لو بوتوكس هو واحد التوكسين اللي تنحقنوها في العضلات ديال الثلث العلوي ديال الوجه باش تنبنجوا هاد العضله باش نحيدوا التجاعيد الحركيه اللي تتبان عند الحركه سورتو اللي تتكون في الجبهه اللي تتكون دايره بزيت العين واللي تتكون في الراس في الثلث العلوي ديال الانف غالبا تنبداوها مع الثلاثينيات يعني في سن الثلاثينيات من الاحسن حيت الا ما بديناهاش في ذاك الوقت داك التجاعيد اللي تكون حركيه اللي تكون تتبان عند الحركه مع الوقت تتولي تجاعيد دائمه دونك بحال شكل ديال الوقايه باش داك التجاعيد ما توليش تجاعيد دائمه. نديروا واحد بحال فحص سريري باش نشوفوا بالضبط فين التجاعيد بالضبط اللي عندها في الوجه ديالها في الثلث العلوي حيت كنا غالبا هو البوتوكس في الثلث العلوي. نديروا لها واحد الانستيزي موضعيه داكو بنج موضعي تنخليو واحد المده ديال 15 دقيقه من بعد تنوجدوا البوتوكس ديالنا وتنبداو نحقنوه بواحد لي دوز كي سون ديتيرميني. بالنسبه للخطوات اللي تقدر اللي خصها دير من بعد الحقن ديال البوتوكس هو انها خصها تجنب اي حاجه اللي ممكن لها تعرق فيها ولا تسخن فيها سيتادير تجنب الحمام مده تجنب الرياضه هكا وتجنب الحركات بزاف يعني في الراس ديالها للاسفل باش لو برودوي اللي تنحقنو تبقى في البلاصه ديالو وما تيتسربش لبلايص اخرين باش ما يعطيش اعراض جانبيه. هاد الخطوات اللي خصها دير خصها تجنبها لمده سيمانات ل 10 ايام. ما كاينش شي حاجه باش يبقى البوتوكس اطول. البوتوكس المده ديالو تتبقى لمده 6 شهور سي فري من بعد مع الوقت ملي تيبدا الواحد تيبدا يديرو بطريقه منتظمه تقد يطول اكثر ولكن ما كاينش شي خطوات بالضبط باش يطول اكثر يعني المده ديالو معروفه هي 6 شهور ومع الوقت ملي تيدار زعما بطريقه دائمه يقد يدوم اكثر. كاين واحد الحالات اللي ما تنديرو لهمش البوتوكس اللي يعني انتردي كونتر انديكي يكون عندهم البوتوكس هما اللي تيكونوا عندهم مثلا المالادي دو سيستيم مالادي اميونيتير ديال المناعه ولا سكون ابل لا مياستيني داكو دونك في هذه الحالات ما تنديروش ما عندوش الحق نديرو لهم البوتوكس.